هات شوفي للوشي. فينك تجيبي له موبايلي من جوا؟ لانه مثل ما بتعرفي ما فيني اتحرك ابدا مشان ما اروح ولا كالوراية. كالوراية؟ ايه تكرم عينك انت والكالوراية. شكرا. ميدو شوفي شو جبت لك. مسكي. واو. لا تتحركي مشان ما تحرقي كالوريز. انا بدي لقمك بايدي. فتحت امك لك. شو صغر لك اياها ولا كبر لك اياها؟ لا صغري لي اياها مشان شوي شوي. يلا مسكي. نور لا تهلكي لا تهلكي بلعي بلع. في قصة شوكولا اللي جاب لنا يا وائل بحبها كثير. وائل؟ انا كيف نسيت احكي معه؟ ما بدي مسكك. لولو لأمين الله يوفقك ولا تخليها تعلك. لا تعلكي. بس ما تنسي الشوكولا بحبها كثير انا. يلا لحمة لحمة شو هاد؟ شو في؟ عمر الشريف يتصل بك. لا بقى فرجيني. شبك مجنونة انتي؟ لك في حدا هيك بيساوي بحاله؟ في حدا بينزع ستايله الخزيق هاد كله من شاشق في الدور؟ حبيبتي هي مو بس دور، هي بطولة. بعدين بس خلص تصوير لبنى بتنحفني. جبتلك ابريق مي مو كاسة. ضلي اشربي هلا وانتي قاعدة عم تاكلي هيك لين بقلك كرش. بلكي اذا شافك المخرج بكرش بيقوم بيحبك وبيعطيكي دور البطولة دغري. يلا خي اشرب. كلها كلها شو عم تعملي؟ اشربي. ايوه. لا 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 شوي لنو. عم تحكي بتليفون مع وائل بده يطمن انه بالبيت. ايوه اخي وائل يسلم عليكم كلياتكم يا صبايا. الله يسلمك ويسلمه. يا ريتو قلتي له يجي. ليش لحتى يجي؟ امبارح كان عنا. كنت بدي وصيه يجيب لي بيتزا معه لانه لعيت نفسي من الحلو. لا لحظه بدي افهم، هلا انت بدك تسمني ولا بدك تنتحري؟ لأنه ما عم بفهم عليكي. إيه ما في داعي لهالحكي. قولي إنك ما بدك خطيبك يجي لأنك مليتي من جنانه وغيرته. لا حبيبتي مو صح، أنا أساساً بحب وائل لأنه بغار، وإنتي حاجة تعري، جايبت لها إلك مو إليك، لك شو خصك فيني؟ يعني إذا الشاب ما بغار، غلط إنه الشاب يكون ما بغار؟ ليكي سموحة، أنا من خلال تجربتي البسيطة مع وائل بعرف انه الشاب لازم اذا كان بيحب لازم 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 يغار، لانه في مثل بيقول لك اللي ما بيغار توت. بس انت ليش عم تسالي؟ ما بعرف، ما تعرفي على شاب جديد يعني بحسه ما بيغار، بس هو بياكد لي انه بيحبني. اها مشان هيك لك كان اليوم فايت وضارب بوزك شبرين. ما بعرف محتاره كثير، يعني سامي شب كتير ظريف واخته رغاد رفيقتي بالكلية بتعرفوها، بس مشكلته انه بارد وما بيغار، بس دائما بيأكد لي انه هو بيحبني. ايش عرفك انتي؟ بركي هو من النوع اللي ما بيحب يظهر مشاعره.